باب من الشرك، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني أنه يريد بعمله الصالح الدنيا. الفرق بين هذا الباب والذي قبله بينهما خصوص وعموم. فالرياء نوع من أنواع الدنيا، المكان بين الناس والمدح، لكن الدنيا أوسع، أمرها شنو؟ أوسع. والناس في هذا الأمر على خمسة أنواع، على خمسة أنواع ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال ذكر أربعة أنواع وذكر خامسا لم يسمي أنه خامس، وهو خامس. على خمسة أنواع: من الناس من يعمل العمل الصالح، يعمل العمل الصالح مخلصا لله، يعني لا يريد مدح الناس، مخلص أي من هذا الجانب، يريد التقرب إلى الله، تقرب إلى الله، لكن لا يريد من الله الدار الآخرة، وإنما يريد من الله شنو؟ الدنيا. ركز في دي كويس. زول بيصلي ولا بتصلي ليه؟ والله اللي يمدي فلس تقيل، لأن صلي تراه والامتحانات شغالة، كان الله يرضى علينا ينجحنا. ها والآخرة يقول لك دي بعد تجي يا شيخنا، أنا أسي بس كانت حليت من المشكلة دي، تاني تراه غايته الله كريم لقدام. يعني هو بيعمل العمل الصالح لله، ما للدنيا، أو مش ما لفلان من الناس، عفوا ما لفلان من الناس، لكن يريد الثواب في الدنيا. فهمت المسألة؟ دي واحد. واحد تاني يعمل العمل من أجل فلان، من أجل الدنيا، لا يعمله خالصا لله. الأول ده ما شغال بفلان، داير من الله الدنيا. الثاني بيشوف فلان بعين له، بيقوم بيعمل العمل الصالح عشان يتقرب منه، عشان فلان عنده سلطة أو مال أو بنت يريد زواجها إلى غير ذلك من طلب الدنيا. النوع الثاني يا جماعة، الزول بيعمل العبادة لأنه فلان ده قاعد في المجلس، عشان فلان يديه دنيا، ده نوع من الأنواع. النوع الثالث الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن هم اليهود والنصارى، مع عبادتهم لله لهم أشياء تخرجهم من الدين ومن الحق إلى الباطل، كعقيدة التثليث، الله ثالث ثلاثة، إلى غير ذلك. ولذلك قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي بعض أوجه التفسير: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة في بعض أوجه التفسير أي في الدنيا عاملة ناصبة ومع ذلك تصلى نارا حامية، لأنهم مع عبادتهم جمعوا البدع وجمعوا الشركيات وجمعوا العقائد المنحرفة إلى غير ذلك من الأنواع. فده نوع من أنواع. طيب النوع الرابع، وده جماعة محمود ما مذموم، ده محمود ما مذموم، وجينا نجي في الخامس ده فيه التفصيل. هناك أعمال صالحة يريد بها العبد الآخرة، لكن فيها بعض مصالح الدنيا، كالذي يحج وهو تاجر، فيذهب للحج ويذهب مع ذهابه للحج من أجل أن يشتري يعني بضاعة، ملابس يشتري له أشياء ويجي يبيع شنو في بلده، وهذا يجمع بين طلبه للدنيا وطلبه لشنو؟ للآخرة. هذا قال عنه أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أن هذا أجره ناقص لكن عمله صحيح. ده نوع من الأنواع، وده بتلقاهم في ثلاثة أشياء كمثال: يا في الحج، يا في الجهاد، بجاهد لتكون كلمة الله هي العليا،
لكنه يرجو أيضا الغنيمة. لكن لو منع الغنيمة، لو منع قيل له لا غنيمة لك، فإنه لا يترك الجهاد وإنما يجاهد. ركز فيها. والموضع الثالث كالدعاء والتوكل، ذكر شيخ الإسلام في كتابه علوم السلوك، علم السلوك، وأصلا عنوانه كذي لكنه الجزء العاشر من الفتاوى، قال كعبادة الدعاء والتوكل. فإن بعض الناس من ضلالهم قالوا التوكل عبادة محضة أو الدعاء عبادة محضة لا يطلب بها الدنيا. قال وكلامهم ليس بصحيح وإنما فيه تفصيل. فالعبد يتوكل على الله ويعتمد على الله في سفره فيؤجر على توكله ويجازيه الله بأن يحميه إذا صح التعبير في سفره. ومن يتوكل على الله فهو شنو؟ حسبه. قال والعبد يدعو دعاء لأمر دنيوي، يا الله اشفيني، فيؤجر على عبادته ويشفى. ودي عم نصر ما بتتعارض مع الكلام اللي ذكرناه. زول بيصلي، ماذا يرجر في الآخرة؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. صلاته دي بس داير الدنيا. لكن الزول اللي بيصلي واستعين بالله سبحانه وتعالى على قضاء حوائجه لكنه يرجو الآخرة، ده ما فيه إشكال. الله سبحانه وتعالى قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا شنو نحن رزق. والله قال واستعينوا بالصبر والصلاة. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فدي ما فيها إشكال. وهي اللي إنت الليلة في بعض الأشياء دار تتزوج بتستخير استخارة بصلاة، وده أمر دنيا، لكنك ترجو أيضا الآخرة. أنت ترجو في أعمالك الصالحة الآخرة، ولا تيأس من الآخرة ولا تجعل طلبك الدنيا فقط. دي المسألة يعني، ودي التفصيلات فيها. طيب التفصيل الخامس ده اللي ذكرناه في طيات الكلام في مسألة الجهاد، إنسان يرجو بعمله الآخرة لكن عمل الآخرة فيه بعض أمور الدنيا كالغنيمة وكالتجارة بالنسبة للذي يريد الحج إلى غير ذلك. فإن ذهب وقصده الآخرة محضا قصدا محضا أخلص فيه فأجره كامل، وإن قصد ما أباحه الله له مع الأصل الأعظم في نيته وهو الإخلاص والتقرب لله سبحانه وتعالى كالجهاد لتكون كلمة الله العليا، فعمله ناقص لكنه يؤجر ولا يحبط عمله. دي خمسة أنواع. طيب ذكر الآية قال وقوله تعالى وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قصده الدنيا من عمله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن والفرق بين يسير الرياء الذي ذكره ابن القيم وغيره وبين إرادة العبد الدنيا أن يسير الرياء يطرأ أحيانا على المؤمن فيجاهده. ذكر تفصيلات ابن رجب بنذكرها إن شاء الله الآن. لكن الذي أراده المصنف في لب كلامه وفي أصل كلامه في الباب الذي بعده وهو باب الكلام في الدنيا إرادة العبد بعمله الدنيا أن هذا حال دائم في الغالب. يعني الرياضة يا جماعة بيطرأ مرة مرة يجي للزول والإنسان يجاهد، لكن هو مخلص المؤمن. لكن الزول الأراد بعمله الدنيا ده زول ما عنده إخلاص لله بس داير دنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وزينتها قال ابن عباس فيما يروى عنه المال، وإن كان الزينة أوسع، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون دون أجر كامل في الدنيا. زي الزول الكافر وتلقاه بينفق على الأيتام
تلقاه مشرك وبيصدق على المساكين، ظاهرة صدقة لكن أصلا ما صدقة. فهذا يؤتى أجره شنو؟ في الدنيا، يدو أجره في الدنيا، يرتاح، مرض جاي ويصرف عنه كذا وكذا، ولده دار يعمل حادث الله ينجيه، المهم حاجته دي بتجيه شنو؟ في الدنيا، نصيبه بجيه في الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ده حصر، ما عنده في الآخرة غير النار، ليس نافية إلا استثناء، ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. موضوع خطير جدا. بعدين يا جماعة الدنيا دي اللي بيفهمها ما بيدعب كثير، يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ده نعيمة. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إلى آخر الآية. ولاحظ ليه الدنيا دي ما من متاع فيها إلا وضريبته عذاب أشد من متاعه. دار تتزوج امرأة جميلة تدفع دم قلبك، واحدين بيكذبوا كمان، واحدين بيسووا أشياء، واحدين كذا وكذا وكذا، ويركب لها عربية مأجرة هي ما حقته، وأشياء كثيرة جدا، ويعمل فيها صالح وهو ملخبطة وينكسر. ويا عمنا، عمنا ما بقول لي عمه الأصلي إلا بس أبو البدة، في النهاية يلف ويدور يلف ويدور لما يدوها له، ويدفع ويمشي، ومن الصباح للمسا شغال وتعبان ولذة دقايق، إذا صح التعبير، الهدى أيرة يعني. عشان كذي ابن القيم قال كيف يسلم من كانت له زوجة لا ترحمه، وصاحب لا ينصحه، وولد لا يعذره، وشريك لا يرحمه، قال وعدو لا ينام عنه شيطان، قال ونفس أمارة بالسوء، وشهوة غالبة، وهوى متبع، قال فإن تداركه ربه برحمته وفضله نجا، وإن تركه مع هذه هلك. ده ابن آدم بس في النهاية. وبعدين انت بتلف وتبني وتسوي 10 طوابق وتقعد تحتها، تقعد بالأرض دي في شبر شبر بس، ما يعني يدك ما بتقدر تمدها. شوف الدنيا دي عليك، وتلملم خزن وأوراق وأصحاب، وكله في النهاية تخش بقطعة، 3 قطع 3 قطع ما فيها جيب ولا فيها ساعة ولا شايل موبايل ولا في مويه جوا ولا في أكل، ودود في النخرة وعقارب في الظهر وأشياء، وتخش لك بين الكفن والجسد، ومحل مسخنة وفي نص الظهيرة، ومحل كاتمة جوا وظلام ما في نور. يا ناس الزول والله الذي لا إله غيره، نحن في غفلة غايته إلا من رحم الله، نسأل الله الرحمة. لا في تلقيه ينقز ويسوي ويعمل وناس الشغل ده جوا. بعدين الموت ده لما نيجي والقبر ده ما في رجعة، زي مش مصنع البيبسي هناك تلقاهم يخطوا القزاز ولا أي مصنع عندهم حاجة زي الجنزير ماشي بيخطوا فيه، والحاجة تجي ماشي، الحاجة دي ما بتقدر ترجع، بس موديننا قدام. انت في الدنيا دي بتجي مرحلة بس ما بتقدر ترجع ورا، هذه انت بتمشي البيت تمشي السوق، ترجع البيت تمشي السفر، تجي بيجي يوم بتمشي قدام رجع ماف ملائكة وقاعدوك، كما في سنن الترمذي ملائكة منكر ونكير وقاعدوك، من ربك ما دينك أي شهوة تضيع منك. ابن القيم قال في الموت تتقطع جميع الشهوات في الفوائد، شكي قال الزول لما يقول لا إله إلا الله في الموت دي بيقول بقلب ما فيه شهوة، ما قطع كله، والتفت الساق بالساق، عيون نططت، والسواد دخل في البياض بقت بيضاء متابع البصر، ومخلوقات أول مرة يشوفها ملائكة وأجنحة ونفس يتضايق، ومرة يشوف الناس الحول واقفين جنب العنقريب واقفين له، مرة يشوفهم ومرة تشاش ما يشوفهم،
ومرة الغرفة تبقى ضيقة ومرة واسعة، شغل عجيب مرة واحدة. زول يا جماعة يستعد لليوم ده والدنيا دي زاد فيها ويعرف انه زادوا، والله الذي لا إله غيره ما أحقر هؤلاء الذين يطلبون الدنيا. زول يا جماعة بجمع وبسوي 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 ويغفل عن العمل الصالح اليسير الممكن فيه عن قريب والله يرضى عليه. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. ممكن فيه أكله، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. عمل صالح كثير ممكن تجيبه وتلقاه قدام تفرح به، تضيعه في شي فارغ زي ولك الكشتينة كيف والضمنة كيف واللودو كيف وناس كبار كيف وجبنات وفي شارع النيل وبنات وكذب ليدي وغش داك وفي السوق عامل فيها مفتح ولك نحن تراه واحد قال حلال بناكل حرام بناكل بس نمشي قدامنا. أقول يا أخي يقوم فيه بحق الله سبحانه وتعالى، فإنه محمود حتى أن العلماء اختلفوا في أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، فنظروا باعتبار الأجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فبعضهم رجح الفقير، ونظر بعضهم باعتبار الخير وأن الغني يقوم بالخير تجاه الفقراء والمساكين فخيره متعد فقدموا الغني. لكن ليعلم أن الذي يقوم بحق المال فإنه في أعلى المنازل، وهذا كان من دأب الصحابة والصالحين. عبد الرحمن ابن عوف من الأغنياء من التجار وكان ينفق ماله. عثمان رضي الله عنه يشتري القافلة ويتصدق بها لله سبحانه وتعالى، ويعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ببئر يشتريها ويتصدق بها. أبو طلحة وغير هؤلاء من المنفقين ومن المتصدقين. شكر رب العزة والجلال قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأيضا في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، وتلا الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وآيات كثيرة تحث على الصدقة وعلى فضل المتصدقين إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الأمر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر السابع ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا موفق الزول الله اداه قروش وتلقاه يشتري الكتب النافعة، تلقاه ينفق على الأهل، يقول للناس شوفوا لي لو في أرملة يا جماعة وروني، وما بمل ما بقول كل يوم بيجوني وكل يوم كذا وكل يوم كذا وكذا، وتجينا أحاديث صحيحة في كحديث إن شاء الله تعالى في غير هذا الكتاب، حديث الأقرع والأبرص والأعمى إلى غير ذلك، الذين يتصدقون ويرضى الله عنهم ويبارك لهم في مالهم. قال ورجل تصدق بصدقة حتى أخفاها، قال فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق شنو يمينه. فالزول يعني يقدم الخير للناس. الزول الله اداه مال لقى يشتري الكتب النافع، صدق على الأرامل مساكين الأهل وينفق على الوالدين وعلى الأبناء ويبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، تلقاه يبني المساجد وتلقاه يعني يقدم الخير للناس بماله، وتجده سباقا لا يبخل بالمال ولا يلتفت إليه. ده منزلته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ده الله اداه نعمة ونظر الله إليه كيف يستعمل هذه النعمة وفي أي شيء يستعملها، ثم وفقه الله فنجح في هذا الامتحان.
لكن اللي بيجمع وما شغال بالنصوص قال لك كلا إنها لظى نزاعة شنو؟ الشوى. قال بعضهم الشوى في تفسير ابن كثير الأطراف، قال من تلفح الأطراف تتقطع وتنزل. وقال بعضهم الشوى جلدة الرأس. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع شنو؟ فأوعى. والذين يكنزون الذهب والفضة، ذهب بالبذور يا شيخ. ايوه نعم، جزاك الله خير. ده برضه حديث من الاحاديث، ذهب اهل الدثور بالاجور، ده في حديث الفقراء والاغنياء وفي تنافسهم، وحديث كثيره جدا في الباب، كما في حديث ابي ذر رضي الله عنه في البخاري وغيره، لما خرج به النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمه الليل وذهبا الى الحره ونظر الى الجبل في ظلمه الليل، قال ما وددت ان لي مثل هذا، ان لي مثل هذا ذهبا إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا. ثم قال يا أبا ذر إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال به هكذا وهكذا، إلى آخر الحديث. طيب، قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، لمن تلقى في الصحيح في الغالب ده صحيح مسلم، لكن المصطلح الذي فهمه أهل العلم والشراح من كلام المصنف أنه يريد بالصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه أحيانا يقول في الصحيح ويكون صحيح مسلم، وأحيانا يقول في الصحيح ويكون في الصحيح البخاري ومسلم، وأحيانا في البخاري كما في هذا الحديث، ده في البخاري في الصحيح أي في البخاري هنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار الذي يطلب المال، الذي يطلب المال ويكون المال مقصوده، أي بعمله الصالح، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ونقل نقلا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. يعني ذولا يا جماعة ماشي الجهاد، قال له إن مشيت الغزوة بكذا وكذا بمشي، قال له مش زاي مجان لله تعالى، لا لا يقول لك يا زول الاولاد شغله دي ما بتجي، يقوم يخلي شنو؟ الجهاد. ده قال لك صار مقصوده المال، فلذلك وصف بانه عبد المال. تعس عبد الدينار وتعس دعاء عليه بالشقاء والهلاك، دعاء عليه بالشقاء والهلاك، يقابله السعاده ويقابله أما سيأتي في الحديث طوبى. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم أو الدرهم، الدرهم والدينار الفرق، الدينار أكبر من الدرهم، حتى قال بعضهم الدينار يساوي 12 درهما. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، ديل الاثنين يا جماعة قطع، قطع، بعضهم قال الخميصة قطعة سوداء لها أعلام ألوان، وبعضهم قال الخميصة قطعة صغيرة كما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه في لحظات الموت وهو يبلها بالماء في البخاري، قطعة صغيرة يعني قدر القطع اللي بيخدوها في الترابيزة، القطعة الصغيرة اللي بيخدوها قدر المنديل يعني، والخميلة أكبر زي الملاية وزي الأشياء اللي بيخدوها في كالحلس يعني التي في الدابة إلى غير ذلك، أكبر، المهم أكبر الخميلة. إن أعطي رضي، ماشي للعمل الصالح الجهاد، كان الدو بيرضى، وإن لم يعطى سخط، كقوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يسخطون. قال تعس وانتكس أي رجعت عليه الأمور، وإذا شيك فلن تقش، شوف عليك الله اللي ابتلى، شوف من رجوعه ومن البلاوي الأوفية كان طعنته شوكة ما بالقلم ونقاش فكة، يلا ده ما تعبان، شغلته عجيبة مرة واحدة، ده كل سبب لأنه تعلق بالدنيا حتى صار كأنه عبدا لها، ده عشان كده مناسب.
قال طوبى بعد دار يمدح الزول الأخلص لله سبحانه وتعالى. شوف الزول الأخلص لله ده صفاته شنو؟ قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ماسك اللجام طالع في الفرس في سبيل الله. أشعث رأسه، المفروض تكون أشعثي لكن ما بتنطق لأنها اسم وجاءت صفة فما ما ما يعني منصرفة. رأسه أشعث في والشعث في رأسه حتى أنه لا يسرحه كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وفيه شعث يعني فيه زي القش والأشياء دي في السفر. مغبرة قدماه بالكسر، مغبرة قدماه راسه منكش وكرعيه شنو مغبرات، لا يهتم بالتنعم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ناس كتار زي ديل تقول له السفر لك ها عربية فيها مكيف ولا يا هو عربات كنا اللي بتخسر في الشارع ده، مرة ما جين تندلتي العربية غزرت قريب 5 مرات وللزوة وتيلي الساعة تسخن وإلى آخره. أنا بيقول لك أنت ماشي لله ده مغبر جلابتك موسى، أقول لك أنا ما أقدر أسوي نصيحة في دمعة بيجاي دمعة الدين دمعة بيجاي، أنت تشتغل دعوة دمعة بيجاي بتاع شو تقيف وأنت بتصلي بالي الله ما بتقيف بعد قابل الناس طوالي تبلغ الدعوة، ما تشتغل بالتنعم والراحة تطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. قاعد في قرية قال له تجي تمسك الجمعة، قال تشتروا لي موتر وكل جمعة تدوني 1,000,000 هاو كان قطعت الكهرباء والميكروفون ما اشتغل كيف بلا وساء يا خزول اخلص لله سبحانه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ده جابه شنو داير الدنيا ولا آخرة؟ لو داير الدنيا عليك الله بيجي في محل فيها شكله محل فيها كتل بيجي شكله مع الكفار، جاء وما رجع تاني لأولاده، زول ده مرق من هناك أقصى المدينة جاء في النص ما رجع تاني، تخلص لله سبحانه وتعالى وترجو ما عند الله. عشان كي زول مخلص من العلامات ما بيمشي مع الأضواء الكثيرة بس هم الأضواء، قاوا مسجد ما فيه كهرباء ذات تلقى ممشي يبلغ يمشي هناك، يجي وزول أغبش زاي راح معانا يمشي طوال وداك راح وده كذا وده كذا وكذا، ما عنده بوابين وصعافقة براو أقول يا أخي اشتغل دعوة كلام عام. قال طوبى لعبد آخذ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه إن كان في عليك الله شوف الزول ده مخلص كيف، قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، خدته في الحراسة ورا الجيش خلف الجيش، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ورا الجيش يعني محل الناس يجوا من ورا وفي الحراسة بيحرس، وإن كان في الساقة كان في الساقة، قال وهذا فيه الطاعة للأمير أينما وجهه اتجه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي خدمة هؤلاء المجاهدين. قال ابن الجوزي وفيه فضل الخمول وعدم الذكر، يعني الزول ما دار الذكر من الناس. وهكذا أيضا ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال فيه ابن حجر لفظته قال في هذا الحديث الاثنين بتلقاهن كلام ابن الجوزي وابن حجر بتلقاهن في فتح المجيد، قال ابن حجر قال فيه ترك حب الشهرة والرياسة والميل إلى الخمول وعدم الذكر. الخمول ما الكسل يعني ما داري يذكروه قدام الناس، زول مخلص بس أمشي هناك بمشي أمشي هنا أمشي كده، زول تلقى في الدعوة كده وفي الجهاد وفي غير ذلك يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. شوف الزول ده من شوف الزول ده يعني من شنو من إخلاصه ومن إرادة الله به الخير. قال وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له، يعني الزول ده ما مقيمين الناس ذاته، كان استأذن من الأمير ما بده إذن لأنه ما عنده شنو مكانه.
وإن شفع لم يشفع. ده في البخاري. يعني لو جاء قال يا جماعة والله أنا جيت عندكم مشكلة وداير عشان أنا تخلوا، أقول لك أنت شنو؟ يقولوا لي أنت شنو؟ هو عند الله شنو؟ قال لك طوبى لعبد. كان جاء قال يا جماعة عشان أنا بيعوا البيع البيع الفلانية الساهلوا فيها، عشان أنا زوجوا فلان فلانا، يقول لا هذول أنت شنو؟ أمرك أمرك. إن استأذن لم يؤذن له، دار مش لا لا ما افطري. وإن شفع لم يشفع، ما بيشتغل. ولو بجيت كذي أنت في خير، ما تطلب يا أهل المظاهر كذي، لا يغنوا عنك، إنهم لا يغنوا عنك من الله شيء. اطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. في مسائل الأولى عشان نفتح المجال للأسئلة لو فيه. هلا تمت إن شاء الله. طيب. في مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وده طبعا مذموم. وفيه الثانية تفسير آية هود، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها إلى آخره. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. الخامسة قوله تعس وانتكس دعاء عليه وكذا، وأحيانا تأتي بصيغة الخبر أو تأتي يراد بها الخبر والدعاء. فالدعاء فالدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مقبول. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، يعني من شدة بلائه بسبب عملي هذا المذموم. السابعة والأخيرة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. مجاهد يريد بعمل وجهادي وجه الله تعالى، لا يهتم بشعره ولا برأسه ولا يهتم بقدميه، وإنما يعني هو مغبر القدمين أشعث الرأس، وإن وضع في الحراسة وضع، وإن كان إن كان في الحراسة وإن كان في الساقة وإن كان في كل عمل من أعمال الجهاد، فهو مطيع ومجتهد ومخلص لله تعالى، وهو مخمول الذكر لا يذكره الناس، خفي. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نكتفي بهذا القدر. الأبواب الجاية دي لأنه عندها يعني جانب تاني اللي هي مسألة تحريم ما حل الله والأمراء والعلماء إلى آخره، ده كلام براء. وإن شاء الله إذا مد الله في الأجال ووفق نأتي في الدور الدرس المقبل. زمن تم. أيوة الساقة دي الأصل فيها إنه يسقي هؤلاء الناس، لكن هم في الشرح قالوا يا عمة يعني هو ما بيسقي بس المجاهدين، وإنما أرادوا به قالوا المراد به أنه أينما وضع في أي موضع فإنه يطيع. تلقاك هذه في فتحي. أنا شايف في كتير موضوع الدعاء الجماعي في الدعاء الجماعي ده جماعة الناس اتكلمت فيه كثير، وخاصة في المسجد ده. ونحن يا جماعة ما دارين الناس الشيطان يخش عليهم يقولوا ده شغل كنيت ولا كذا، ما شغل فلان ولا علان. إنت المسلم ده مستسلم لأمر الله، أينما وجهت تتجه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. نحن بنتحدى أي زول على وجه الأرض من غير أي زعل، يجيب لنا حديث صحيح إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة ما كان بيقول الأذكار ولا كان بيقبل على الصحابة، وإنما كان يدعو جماعة. ما في، ما بتلقوا في كتاب من الكتب. والناس ناقشت الموضوع ده هنا كثير، وأنا بتمنى وإن كان إنسان لا يتم، لكن الزول اللي بتولى الأمر ده يجي يواجهنا عديل ويخد كرسي ونتناقش في الملأ عشان ما يلخبط رؤوس الناس. يا جماعة والموضوع ده من غير أي زعل، المسجد ده هنا دي ناقشوا فيه كثير، والناس عندها بعض الأشياء. لكن قبل ما أعلق على واختم الكلام، قبل اليوم كان الإمام هنا الدكتور عصام برير، والموضوع ده فتحوه وكلف مولانا القاضي، مولانا القاضي وده ما الطيب، وده طبعا ما عشان لأنه بعض الناس بيقولوا يتو ده ما تابع ليتو، ده مولانا ذاته، مولانا وذاته. بعدين كلف وقال يا جماعة مولانا ده الآن باعتباره قاضي وكذا وكذا، الموضوع ده نحن وكلناه به، ابحثوا لنا، وبحثوا وجاب أقوال الأئمة الأربعة كلها المذاهب كلها، قال الموضوع ده ما في في الدين،
كل المذاهب ما في الدين. فنحن يا جماعة ما نزيد في الدين ولا نفتح باب شر، والله نخشى على الناس اللي بيفتح الباب ده وغيره. الزول يدعو الله براه، أما الدعاء في موضع الجماعة في موضع يدعى الإنسان صلاة الاستسقاء غير غيره من الأشياء المواضع. فباب زيد الناس ينو. بعدين الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأجهل زول وأصغر زول لو سألت قلت له الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة بسوي شنو؟ ولك بيستغفر ثلاثة، واللهم أنت السلام منك السلام، وقول الأذكار وآية الكرسي والأذكار دي، ويلتفت إلى الصحابة ثم يدخل إلى حجرة من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم حجراته. ما ورد مرة واحدة إنه دعا جماعة، ما ورد أبدا ولا مرة جماعة بعد الصلاة، ولا في حديث ضعيف أقول لك شيء ولا مكذوب ولا كذبوا الليلة، لسه ما كذبوا ما في. فجماعة شيء ما في، ناس ما تعملوا. بعدين أخواننا جماعة بعد الدرس جزاكم الله خير، ناس ما تفتح باب الناس الله يحفظكم وكذا وكذا، آخر تعليق الناس بعد الدرس رجاء يعني يتفرقوا ما يتجمع. أنا والله لا جماعة ولا دارين نتكتل ولا دارين كذا وكذا. وأنا سمعت الشيخ سليمان روحيلي مباشر في الحرم المدني بيقول يا إخوان أنا اشتكى لي بعض الناس أحد الناس أنه جاء إلى هذا المسجد النبوي وفي درسي وخرجت ومعي بعض الناس قال فأصيب حتى أنه كاد يسقط وهو كبير في السن. كتب رسالة للشيخ سليمان روحيلي قال لا أنا أتأذيت من الطلبة بتاعينك دي. فالشيخ سليمان روحيلي قال من هذا المنبر أنا أعتذر لعمنا هذا، وأنا والله قال كلمات في شاب بيبكي أنا شفته بعيني أو شفته أو كان موجود، قال أنا والله أدعو الله أن أعيش مغمورا وأن أموت مغمورا وأن لا يعرفني وأن لا يعرفني الناس إلا بقدر ينتفعون به. زول يا جماعة بعد الصلاة جزاكم الله خير، بعض الناس بيسالوا بصوت عالي وفي ناس بيتنفلوا بيزعجون، بعض الناس بيقفوا برا في التآلف والمحبة جزاكم الله خير، لكن الناس تتفرق تمشي بيوتها وكذا وكذا جزاكم الله. آخر شيء آية نعم ايوه ده ما كلام منه، ده كلام اورده الخطيب اللي تذكرته عم اسماعيل، لكن ما موجود في كتب السنه، ما موجود ابدا ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد الصلاه بيدعو للناس جماعه والناس شنو بيامنوا وراه. اما الايه عامه فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، اذا فرغت من عمل فانصب في عمل اخر والى ربك فارغب، ارغب الى الله سبحانه وتعالى. بعدين الكلام ده مبعارض السنه، لأن الرسول لما ينتهي من الصلاة طوالي بيبدأ الذكر، ففرغ من الصلاة ودخل في الذكر وهو عبادة ورغبة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم عليكم.